واكتر مشكله بتبقى مع الابناء، لان لما بيجي الاب اجازه 20 يوم او 25 يوم يا دعاء في السنه، العيال بيحسوا ان هم مش عارفين يتعاملوا معاه، ده شخص غريب. بيبتدي يحصل ايه دعاء، ومنهم كمان للاسف اللي بيتاثر اكتر البنات. بتلاقي البنت خدت جنب طول الفتره، هي مش عارفه تتكلم مع باباها، هي منزويه في اوضتها، هي مشغوله مثلا على الموبايل. فلما اجي اتكلم مع البنت تقول لي طب هتكلم معاه في ايه يا طنط؟ هقول له ايه؟ انا حتى لما باجي اتكلم معاه هو مش عارف عني حاجه، يا اما بينتقدني طول الوقت، يا اما بيديني اوامر انفذها طول السنه وهو مش موجود حتى عشان يعرف انا عملتها ولا لا. مفيش بينا كلام، وحتى لما باجي اتكلم معاه بقى الكلام بيوجعني انه مش عارف عني حاجه خالص. وبعدين يجي الاب بقى، هو جاي متخيل ان العيال مستنيينه بلهفه شديده جدا وهنتلم كلنا وهنقعد، فالاب هو اللي بيتصدم. طيب في بقى اطفال اهليهم مثلا الاب في الاول، في ناس لما بتسافر في الاول يا جماعه ممكن يقعد 4 5 سنين ما يجيش، ظروف شغله كده. وفي دلوقتي حصل ان في بلاد معينه الاباء مش عارفين ينزلوا بسبب قفله الكورونا وكده، في بلاد بيقول لك لو نزلت انا مش ضامن ان انا ارجعك. انا عندي في العيله في اب بقاله 3 سنين مش عارف يجي، وبيشوف العيال 5 ايام في السنه. يا ساتر، تخيلي بقى. ومش هو اللي بيجي كمان، هم اللي بيروحوا. فلكي ان تتخيلي ان بنت صغيره مثلا عندها 9 سنين تنهار تقول له انت وعدتني انك هتيجي في الاجازه، قال لها مش عارف اجي يا الطيران مقفول، قالت له لا الطيران مش مقفول، انا بقيت فاهمه كل حاجه والطيران مش مقفول. ما انا لو جيت مش هعرف ارجع. قالت له انا اصلا مش عايزاك ترجع. تمام. فابتدى يقول لها طب خلاص ما تزعليش، ادخلي مش عارفه على ويب سايت ايه واختاري اللعب وابعتها لك، طب ابعت لك الفلوس تتعشي بره مع اصحابك. قالت له انا مش عايزه حاجه خالص، انا عايزاك انت. ده في البدايه، وبعد كده يعني هي بيفضل ربنا سبحانه وتعالى يبعت له شويه انذارات كده، طبعا انه مراته محتاجاه، انه كذا، انه بنته محتاجاه. احنا ما بنقولش يرجع، بس طب ياخدهم يعني، اصرف شويه زياده وخد بيت لوحدك مع اولادك ومراتك، دخلهم هتدخلهم مدارس. صحيح انه ساعات بيبقى فيه صعوبه، بس الاصعب بكتير قوي من فكره الزنقه الماديه انه تيجي وتحس ان الغريب في وسط بيتك واولادك. هي دي المشكله. دي مش المشكلة، ده دي القاتلة. هي الست بقى من كتر ما اتعودت انها بقت لوحدها كمان يا دعاء، وشايلة المسؤولية. وده بقى ايه، انا بقولك بقى على الاهالي او الامهات اللي هم ولادهم عندهم المشكلة ان ابوهم برا. الست نفسها بقت مش عارفة تتعامل مع جوزها، هو بيجي وهي اتعودت تعمل كل حاجة. فيبتدي يقول لها بقى ايه، انت هتنزلي دلوقتي الساعة 10، تقول له ما انا لازم انزل اجيب العيش واجيب العشاء، او لازم انزل اودي العيال للدكتور. وانت بقى وانا مسافر كنت بتنزلي الساعه 10 الساعه 11، امال مين حضرتك اللي هينزل؟ فبالنسبه لها انت بتغير على ايه؟ انت طول السنه سايبني مش موجود. فبالنسبه لها بقت هذه الغيره غير مبرره، لانه انت حتى ما عنديش. طب انا، وده كان سؤال حقيقي، طب انا مش هنزل، مين هينزل؟ مين هيودي ومين هيجيب؟ اخوكي باباكي. قالت له اخويا لو فضيل يوم مش هيفضل التاني، لان برضه عنده بيته وولاده وحياته. وهي الفكره فعلا انه لما ازاي يعني ازاي نتخلى عن المسؤوليه ونطلب ناس تانية مش من مسؤوليتهم ان هم يعملوا الحاجه، نطلب بمنتهى لا اخوكي اللي يعمل، يعني ليه نفرض على حد دي مش مسؤوليته؟ صحيح خالص. اخته لازم يسال عليها، بس مش مسؤوليته ابدا ان هو يسيب مثلا بيته واسرته ويفضل بقى قاعد بالظبط كده. ولو هو ظروفه تسمح النهارده انه ينزل معايا للدكتور او ينزل معايا يوصل مش هيتاخر لحاجة، مش هيتاخر. طب نفترض بكره ظروفه ما سمحتش، هسيب البنت تعبانه مثلا.